في إطار احتفال العالم باليوم العالمي للمعلم والذي يصادف يوم غد الخميس الخامس من أكتوبر، نستذكر إنجازات البحرين المشرفة في ظل الاهتمام الملكي السامي بالقطاع التعليمي. نعم، فمملكة البحرين لطالما أكدت على الدور المهم للعلم والتعليم والمعلم من خلال تطوير وتمكين المعلمين في مختلف مجالاتهم، إيمانا بالرسالة السامية التي يحملها كل معلم خلال مسيرته التربوية والتعليمية. كريمة لأنها قم للمعلم ووفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. كلمات معبرة تشد على عظمة مهنة المعلم ودوره الكبير في بناء الأجيال ليضعهم على سلم النجاح. فالمعلم في شتى بقاع الأرض قدوة حسنة ومثال للعطاء، لذلك أولت مملكة البحرين اهتماما خاصا بالمعلم ليؤدي رسالتها السامية بشكل متكامل. إدارة المدرسة تحرص كل الحرص على توفير الدعم اللازم للمعلمين، خصوصا ما يتعلق بالتمهين ورفع الكفاءة المهنية، فتركز المدرسة على إقامة الورش الداخلية وكذلك المشاركة في الورش الخارجية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم. تولي وزارة التربية والتعليم اهتماما كبيرا بالمعلم، حيث توفر لنا كمعلمين كافة السبل التي تهيئ لنا مناخا تربويا للعمل بدافعية لإخراج جيل واع مسلح بالعلم والمعرفة التي ترقى بمملكتنا الغالية البحرين. وفي كل عام يحتفل العالم بيوم المعلم الذي من خلاله نستذكر جهوده الجبارة وأداءه المتميز في الفصول الدراسية. فالمعلم البحريني تحديدا اليوم يعد نبراسا للعلم، خصوصا بما يمتلكه من معرفة واسعة وقدرة عالية على توظيف كافة الإمكانات المتقدمة التي تقدمها وزارة التربية والتعليم ليقدم رسالته التربوية بشكل متكامل. تقدم وزارة التربية والتعليم كافة الإمكانيات والسبل التي تسهم في تطوير العملية التعليمية في مملكتنا الحبيبة من خلال إشراك المعلمين في الدورات التدريبية التي تسهم في تطوير أداء المعلم، وكذلك توفير أحدث الموارد التي تسعى إلى إخراج جيل طموح قادر على مواكبة سوق العمل. كمعلمين متخرجين من كلية البحرين المعلمين، احتضنتنا وزارة التربية والتعليم من خلال تدريسنا على أفضل المعايير العالمية، وفروا لنا كافة الإمكانيات المتاحة من أجل أنهم يطوروننا من خلال ورش تدريبية نظرية وميدانية في مدارس البحرين. طبعا هالشيء مكننا من تقديم رسالة التعليم بكل فاعلية، وأن احنا نستمر بتقديم تعليم ذو جودة وفق رؤية حكومتنا الرشيدة. أنا حريص لتأدية رسالة الأنبياء ألا وهي التعليم، ويكون لي دور بارز في إخراج جيل متعلم متسلح بالعلم النافع من خلال كل ما يتم طرحه في فصولنا الدراسية من خلال أحدث الوسائل التعليمية في مدارس مملكة البحرين. في الخامس من أكتوبر من كل عام وبشغف كبير يحتفي العالم بأسره بيوم المعلم، تقديرا له على كل ما يبذله من جهود جبارة في إعداد الناشئ حتى يصل إلى منصة النجاح والتفوق. في يومهم العالمي نستذكر دورهم وإنجازاتهم في غرس القيم النبيلة في نفوس الطلبة، فكل ما يقدمه المعلم البحريني هو تجسيد حي للرسالة التي يحملها على عاتقه والتي يعمل بها من خلال الإمكانيات المقدمة من قبل وزارة التربية والتعليم لمعلميها. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.